حياكم الله من جديد. تعتبر مهنة الطب من أنبل وأسمى المهن الإنسانية اللي تجمع بين العلم والأخلاق وأيضا الرحمة، وتزخر دولة الكويت بالعديد من الكفاءات الطبية الكويتية ذات علم وخلق رفيع، والتي دخلت المنافسات العالمية في مجال الطب بجميع تخصصاته. وضيفنا اليوم نموذج من الكوادر الطبية الكويتية المميزة والتي بلا شك تعتبر مصدر فخر واعتزاز لنا. يسعدنا اليوم بأن يكون معنا الدكتور عبد الرزاق العبيد، رئيس جراحة العمود الفقري والحوادث في مستشفى الرعدي. صباح خير. صباحكم الله بالخير. حياكم الله. الله يحفظكم. يسعد صباحك وألف مبروك على هذا الإنجاز المتميز والإبداع. دائما عهدناكم شذي عيال الكويت ومن أعلى لأعلى يا رب العالمين. بداية أنا حابة أسألك السؤال اللي دائما يسأل لكل جراح أو طبيب متواجد على أرض الكويت الحبيبة، الجديد في عالم طب العظام وجراحة العظام، ما توصل إليه العالم وصلت للكويت من هذا التطور؟ ممتاز. بالبداية أشكركم. جراحة العظام وجراحة العمود الفقري قاعد فيها تطور كبير حاليا، نفسها حالها حال التكنولوجيا اللي قاعد نشوفها. صحيح. احنا في الجراحات نستخدم تقنيات وتكنولوجيا، بالتقدم اللي قاعد يصير في التقنيات وفي التكنولوجيا ما في شك اثر ايجابا على مجال الجراحات. فالتوجه الان في مجال جراحات العظام وجراحات العمود الفقري هو عمليات التدخل المحدود، العمليات اللي تتم في إقامة بالمستشفى بمدة أقل، بجروح أقل، بحيث أن معافاة المريض تكون أسرع. حلو. طبعا هذا نعتمد فيها على تقنيات، نحتاج مثلا على سبيل المثال النظام الملاحب الكمبيوتر اللي هو نظام النافيجيشن، عندك نظام المناظير، فهذه التقنيات كلها تطورت. وأنا الحمد لله يعني فخور اليوم أن بالكويت في مجال جراحة العمود الفقري ترى كانت في الفترة الأخيرة بالذات، خلنا نقول آخر 10 سنين 15 سنة، صار في قفزة نوعية في مجال جراحة العمود الفقري. حلو. شلون؟ كل التقنيات هذه اللي قاعد تسمعينها موجودة بالكويت. حلو. فما أبالغ لك إذا أقول لك تقريبا 90% من التقنيات الحديثة اللي تطبق في جراحات العمود الفقري الحديثة موجودة بالكويت. فهذا يعني اعتقد التقدم اللي صار كبير بالفتره الاخيره، والحمد لله يعني هذا شيء طيب ان شاء الله. لله الحمد. الدكتور، يا ترى شنو اكثر الحالات او خلينا نقول امراض العظام اللي يعانون منها المرضى في دوله الكويت؟ طبعا الخشونه هذه بالعالم كله. مشكلتنا بالكويت اللي زايده السمنه، واللي اكبر من هالمشكله هذه الحوادث. يعني انا في امراض كلمه حوادث مروريه، حوادث مروريه، حوادث البانشي والبقي والسياكل يعني دائما الدول تقسم الامراض الى امراض تحاول دائما نحاول الوقايه قبل لا نبدا بالعلاج. صحيح. فدائما لما يصير عندنا في سلسله امراض معينه دائما نحاول نشوفها من البدايه كيف بامكاننا وقايه منها. صحيح. للاسف الحوادث ممكن الوقايه منها. وعندنا ترى نسبه كبيره لو تشوف تخصصات العظام، الجزء الاكبر مجهود الاطباء والممرضين والاجنحه مشغوله في الحوادث. لا لا الله. إيه. لكن اذا تبي كامراض عندنا طبعا الخشونه، عندنا جزء منها السمنه، طبعا الامراض الحديثه امراض العصر اللي فيها الام في الرقبه، الام في الظهر، هذه تعتبر من امراض العصر بسبب استخدام الكمبيوتر، التليفونات، الامور هذه. وعندك بسبب العمر الافتراضي للبني ادم او الانسان، لما تكون صحه بالبلد زينه العمر الافتراضي يزيد. نعم. فتبدي عندك امراض الشيخوخه مثل الهشاشه. هشاشه العظام. نعم. يلا يعني نقول يلا الجدوى ويلا السلامه ويلا احفظنا وما نوصل لهذا الشيء باذن السميع العليم. دكتور، يمكن اللي شدني كثير الانجاز والاختراع اللي تم التوصل له من قبل حضرتك ونلت عليه هذه البراءه، اللي هو جهاز تثبيت عمليات العمود الفقري، وتم اللقاء مع الدكتور جمال الحربي وزير الصحة. صح. وهذا الإنجاز العظيم اللي بنسميه في مجال الطب وجراحة العظام، كلمني عن هذا الجهاز وعن هذا الإنجاز. تمام. أول شيء أعتقد هذه من تقنية، طبعا للحين ما خلصنا فيها، التقنيات لما تستخدم بالبني آدم تأخذ وقت شوي. صحيح. مراحل كبيرة، من أول شيء دراسة نظرية إلى تطبيق بالمختبر، إلى تطبيق عزيزكم الله بالحيوانات، إلى التطبيق البشري، بعدين يطبق على الناس. فمراحل طويلة. المرحلة احنا صار لنا بدينا تقريبا ب 2013 و 2014، والبراءة اختراع كانت في 2014 بالجزئية الأولى، بعد ما عدينا المرحلة النظرية والمختبرية وعدينا كل المراحل الأولى. حلو. واخذنا البراءة الاختراع الأولى لحد ما وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها. طبعا ياخذ مدى طويل من أبحاث وشغل.
التقنية هذه لما نتكلم على كسور الهشاشة عند كبار السن أو والله كافيكم شر الأورام نحتاج تتم تطويرها تتسوى الحين مناظير بحيث أن كبار السن اللي ما يتحمل بنج مدة طويلة أو أنه يتحمل عملية كبيرة فيها فتح وبراغي تسوى بالمنظار. حلو. فكانت بالبدايات الحشوة الاسمنتية تنحط. من مشاكل الحشوة الاسمنتية ممكن تسرب المادة، المادة تتسرب إلى نخاع شوكي أو إلى رئة أو إلى أماكن أخرى غير مرغوب فيها. التقنية الثانية اللي طلعت اللي هي استخدام البالون ينسحب بعدين تحقن المادة فقلت نسبة التسرب لكن ما زالت موجودة. التقنية اللي دخلنا فيها وهذه يعني أنا فخور أنها طلعت بأفكار كويتية، طبعا المختبرات تمت في الولايات المتحدة الأمريكية لكن كل الشغل والأفكار والشغل كله تم بالكويت. حلو. زين. فهذه لأول مرة يمكن احنا أو من البدايات أعتقد أن الكويت صار لها الحين بصمة في المجال الدولي، نستخدم احنا التقنيات من الغرب لكن الحين لا أعتقد بدينا نشارك في تطوير عمليات لا وأجهزة تقنية متقدمة. فهذه أعتقد هذه شغلة يعني مفخرة. أعتقد أنها شغلة ممتازة جدا. نعم. فهذه بكل بساطة الحشوة الاسمنتية تغلف بمادة بحيث أنه بوقت العملية تقولين 100% البالون ما راح الحشوة ما راح تتسرب لا إلى العمود الفقري ولا إلى الرئة ولا إلى أي مكان. حلو. فهذه لأول مرة أعتقد هذه قفزة نوعية. صحيح. ممكن استخدامها حتى في مجال كسور العظام أو الأورام إذا كان في ورم بالعظم محتاجين نحط في حشوة أو شغلة ممكن تحطينها داخل البالون الإسمنتي. الجزئية اللي كانت أكبر مشكلة كانت عندنا أن نبي مادة تذوب في جسم الإنسان ما تسبب مشاكل. صح. فالحمد لله الحين توصلنا لها واخذنا فيها اهم شهاده ان الماده هذه تذوب في جسم الانسان. عملنا عليها تجارب على عزكم الله الحيوانات وقد قررنا المده اللي كم تطول فيها داخل جسم الانسان والحمد لله تذوب بدون اي مشاكل وفيها الحين شهادات في المجال هذا. وايد حلو. ذكر دكتور بأن مواجهتكم كان بعض الصعوبات، فيعني إيش كثر مثلا استغرق منكم هذا الموضوع؟ منو التيم اللي كان وياك مثلا يساعدك؟ طبعا مركز صباح الأحمد الموهبة الأبداع يعني كان لهم دور كبير في دعم الفكرة هذه. بالبداية كانت الفكرة بدأت عندي صار لها سنين، حاولت أصمم فيها تفكير سكتشات أرسم شنو ممكن الحلول. طبعا هذا من كثر تقريبا؟ هذا يمكن قول خلينا نقول ب 2010. نعم. من 7 سنوات تقريبا. إيه. نعم. إيه. شغلة تأخذ وقت. صح. بعدين لابد أنك تحتاج خبرات في مجال الهندسة الطبية نسميها. نعم. البيوميديكال إنجينيرز. صحيح. فاستعنا مع في مختبر في الولايات المتحدة في بوسطن للمساعدة في الجزء الهندسي البيوميديكال إنجينيرينج. نعم. فكنت أجيب الأفكار الطبية نقعد مع المهندسين البيوميديكال إنجينيرز نغير المواصفات. مرينا مراحل وايد يعني. نعم. جربنا أكثر من بروتوتايب لحد يمكن فوق 27 بروتوتايب. ما شاء فكنا الله. نجربهم كلهم لحد ما تعلمنا شنو الأفضل وش اللي ممكن نطبقه وبعدين طبقناه داخل مختبرات جربنا أثبت كفاءتنا. الشغلة معقدة لما تحط شغلة داخل جسم الإنسان. صحيح. هي بس مو إن نجاح العملية، أنت تبي هل المادة وهل شغلة اللي بتحطها تتوالم ونسميها في لها بايوميكانيكال بروبرتيز أو مواصفات بالهندسة الطبية فيها هندسة. يعني أنت فيها شغلات قطع قاعد تركبها لازم ترفع الكسر يعني طبيب ومهندس بنفس الوقت. يعني تعلمنا ايه تعلمنا جيه بالهندسة العينية. نعم. فأقول لك يعني هذا كان لها مشوار يعني عساك على الحمد لله يعني. والحمد لله تحقق. الحمد لله. الحمد لله. نعم. هذا الإنجاز وتحقق وصار وخذيته براءة اختراع طبقته بالكويت ولا بعد؟ لا نفس ما قلت لك احنا شوف التطبيق ياخذ وقت. ما بلشت الحين ما فكرت تبلشون؟ لا لا راح نبدي فيه ان شاء الله. بس التطبيق البشري المرحلة الأخيرة. يعني طبقناه على الحيوانات بعدين التطبيق البشري. حتى التطبيق البشري ما تقدرين تقولين تقنية جديدة باكر لما أقول حق مريض والله شوف هالشغلة جديدة تونا مسوينها أنت أول مريض بكش إيه ما راح يرضى. ايه. وحتى قانونا ما يسمح فيه. يعني في إثيك كوميتي أو أخلاقيات المهنة. صح. لجان لأخلاقيات المهنة ما تسمح لأي بروسيجر تم تطبيقه إلا بعد ما يتم تجربته في مراكز طبية مصرح لها ان تجربه. فراح نبدي بالمراكز هذه فنتوقع خلال ان شاء الله نهايه 2017 واوعدكم ان اذا نجح في مراحل التطبيق البشري كتجارب
وياخذ اللايسن للتطبيق البشري ينتج راح تكون ان شاء الله بتخبر اول لا الكويت اول دوله ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طيب يعني احنا طبعا اكيد الكويت كلها سعيده بانجازات ابنائها وبالتالي كان لابد من التكريم، فهل كان التكريم على مستوى التعب الذي تعبته كل هذه السنوات وهل كان هذا التكريم الاول لك؟ انا شوف اشكر وزاره الصحه والقائمين عليها على التكريم، والتكريم يعني هم شوف قلت لك انا هذا الحكي صار له سنين، يعني انا بديت من يعني اول براءه اختراع بالمجال هذا كان في 2014. رده الفعل اللي شفتها من المسجات من الرسائل من التلفونات الشعب الكويتي انت والاعلام دعم وزاره الصحه للموضوع دعم وزاره الصحه الكل، يعني هذا اعتقد بس اللي بوصلك يا حتى اهل الكويت زين الرد هذا يعني كان ما اقول لك يمكن عاطفيه الواحد حس ان الانجاز هذا له دور كبير مع الناس حاسين فيني وياي ماني بروحي صحيح. يعني الفتره هذه بالمختبرات بلا ما حد يدري ايش اللي قاعد يصير لكن الناس اللي وياي في المجال لكن اللي شفته من الناس كلهم من اهل الكويت كلهم يعني هذا كان وسام وكانوا سبع سنوات بس مو اعجاف على الدوله الحمد لله تحقق بعد السبع الاعجاف السبعه نعم وياك ان شاء الله كل الشكر طبعا لضيفنا الدكتور عبد الرزاق العبيد رئيس جراحه العمود الفقري والحوادث في مستشفى الرازي شكرا لك واسعدنا فعلا حضورك معنا اليوم تشريف لنا في استوديو صباح الخير الكويت شكرا لك. اقيم مساء امس الاربعاء حفل توزيع جوائز الدوله التقديريه والتشجيعيه على مسرح الفنان عبد الحسين عبد الرضا في منطقة السالمية ويعتبر هذا الحفل من ضمن فعاليات مهرجان الجرين الثقافي 23. خلونا نروح معاكم ونشوف هذا التقرير الخاص بتوزيع جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2016.